اليوم عندنا تكوين لحفاظ المغازات الذين يعملون بالمطاعم المدرسية. التكوين هذا ما هوش التكوين الأول، لأنه سبق هذا التكوين تكوين طبخي المطاعم المدرسية بالعدديات والمعاهد، سبقوا أيضا تكوين حفاظ المغازات ببنوك التغذية، البنوك اللي تعمل البنك في كل ولاية لتزويد المطاعم بالمدارس الابتدائية وتزويد المطاعم بالإعداديات والمعاهد. طبعا التكوين هذا كان بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي. السيدة المديرة العامة مشكورة السيدة عايدة الشقراني خذت على عاتقها أنها تكون الموارد البشرية التي تعمل بالمطاعم والمبيتات. كما تعرف احنا رأس مالنا في الإدارة هو رأس المال البشري، ورأس المال البشري هو الذي يشرف على إعداد الأكلة، على متابعة عملية التزود. ولذلك السيدة المديرة العامة رأت أنه من الضروري تكوين مواردنا البشرية أحسن تكوين، كي نحافظ أولا على المال العام، كي نقدم أكلة للتلميذ ذات جودة عالية صحية، كذلك كي معناها نقدم لحفاظ المغازات لباباراس جدد اللي نجم نعتمدهم في عملية قبول هذه المواد اللي تدخل المطاعم المدرسية، واللي احنا نقوم بإعداد الأكلة معناها بها لأبنائنا التلاميذ. هنا نحب نتوجه بالشكر الحقيقة لوزارة الإشراف، لأنه ألقينا كل الدعم. احنا كل نخدم في وزارة التربية، ممثلة في السيد وزير التربية، ممثلة في السيدة المديرة العامة لديوان الخدمات المدرسية، ممثلة في السيد المندوب الجهوي للتربية اللي اليوم أشرف على افتتاح هذا النشاط وتابع النشاط، ولولا أنه عنده نشاط آخر كان مش يقعد معنا. إن شاء الله غدوة بشي يجي هو زاد يختتم معنا هذا النشاط. النشاط هذا الهدف منه أساساً مش نختصر 3 بوان. أولا أنه يكون حافظ المغازة، وهذا لا يقلل، هذا التكوين لا يقلل من قيمة عمل حفاظ المغازات اللي موجودين تو. هما ناس متكونين، ناس عندهم خبرة، ولكن كما تعرفوا الإنسان يتعلم الآخر لحظة في عمره، وفما مستجدات يلزمنا زادة نواكبوا التطور، خاصة الرقمنة وما تبع الرقمنة. الهدف الثاني هو الحفاظ على المال العام. للوقت وقت نحكيه على منظومة التزود، بدأت التجربة في زوز ولايات في تونس. منظومة التزود هذه باش تكون عند حفاظ المغازات الكل. المنظومة هذه باش تأمن عملية دخول وخروج هذه السلع ومراقبة، من بدءا بحافظ المغازة إلى رئيس مكتب الإعاشة إلى رئيس الوحدة إلى مدير المؤسسة اللي هو شريك فاعل، إلى طبعا السيد مندوب الجهوي للتربية يتبع معنا، إلى الإدارة العامة. وهذا الهدف منه طبعا الحفاظ على المال العام، والأهم من ذلك الكل هو الحفاظ على صحة أبنائنا التلاميذ وتأمين خدمات جيدة ومعناها في مستوى أبنائنا التلاميذ اللي هما مستقبل الغد. شكرا للجميع، بدءا بزملائي حفاظ المغازات اللي متغيب حتى حد، الحمد لله كانوا كلهم موجودين وسارعوا بالحضور في هذه الدورة التكوينية، وهذا دليل على أنهم ناس يحبوا يتشبعوا بالمعرفة، على أنهم ناس يحبوا يخدموا بشكل قانوني يحميهم ويحمي كل إطار تربوي يخدم في وزارة التربية. الحياة فهم، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فهم.